متأكدة أنك لست بحاجة إلى معاون؟ لست بحاجة إلى أحد، سأسافر مع أول قافلة مغادرة إلى الشام، ولا أريد لأحد أن يعرف بذلك. أخبريني يا دليلة، على ماذا نويت؟ سأبحث عن عريس لتلك الفتاة الناعمة ابنتي، أو أجد حجة أخرى كي أبعدها عن الوالي الملعون. انظر إليها، انظر إليها بحق السماء، أهذه ابنة دليلة التي أرهبت الرجال؟ ما رأيك يا أمي؟ ما هذا الثوب الذي ترتدينه؟ أقلت لك إننا ذاهبتان في عرس؟ الله أعلم. زينب، دعيها ترتدي ما تشاء، والله إنه يليق بها. هل سمعت خالي يا دليلة؟ تأدب يا بنت، ما هذا الذي تخفينه خلف ظهرك؟ كم مرة نبهتك أن تبتعد عن هذه الحمامة؟ دعينا نأخذها معنا. بل دعيها تطير في حال سبيلها، سيطول مسيرنا في الصحراء. زريق، عندما أعود من الشام أرجو أن تجد لي بيتا يليق بصاحب الشرطة بغداد. اتبعيني يا بنت، لن أتهاون معك بعد اليوم. لماذا تعاملني بهذه القسوة؟ إنها تفعل ذلك لخيرك. لكنني لست مثلها ولا أريد أن أكون مثلها. تدبري أمرك معها. وهذه الحمامة؟ هاتها، ساعتني بها ريثما تعودي بالسلامة. زينب، اعتني بها لأجلي. لا عليك. زينب قادمة قادمة.